أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الأمثال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
سبحان الله Oh.
الله